هذا البرنامج بالاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. مجمع الملك الحسين للأعمال. أتاري الحليوة جاي، أتاري الهوى فلت. مشاهدينا مساء الخير. ارتفعت درجة الحرارة نهار هذا اليوم، وبلغت درجة الحرارة العظمى في عمان 23 درجة مئوية، لكن بقيت أقل من معدلها في مثل هذا الوقت من السنة بدرجتين مئوية. نتوقع غدا أن يطرأ ارتفاع ارتفاع آخر على درجات الحرارة، والسبب في ذلك وزي ما تفضل. شد حالك. ولك يا زلمة ابعد عني، ليش أنت جاي هون؟ شد القرفتة، القرفتة مالي يا أحمد. روح أنت من شغلك، اطلع برا. بالضبط يا زلمة. حلوة، طب ظبطها يلا. والله بالضبط يا زلمة. ظبطها يا أحمد. أحمد. كل واحد اسمه احمد مشكلج يا زلمي. هي خنقني ولك بدي اعرف اسولف. هذا اللي بقول الناس هي. والان الى حالة الجو خلال الساعات المقبلة مع مندوب دائرة الرصد الجوي. اعزائي المشاهدين مساء الخير. على الخارطة الجوية لهذه الليلة نشاهد أن المنخفض الجوي الذي أثر على المملكة خلال اليومين الماضيين تحرك نهار هذا اليوم نحو الشرق، وأصبح يتمركز شمال العراق، بينما تقدم المرتفع الجوي الذي تمركز خلال الأيام الماضية في أواسط أوروبا وغرب ليبيا، وأصبح يتمركز مساء هذا اليوم فوق اليونان وشمال شرق الساحل الليبي. الصفة المميزة لحالة الطقس التي سادت المملكة نهار هذا اليوم كانت الرياح الشمالية الغربية الباردة والجافة، والتي أدت إلى الإحساس بالبرد الشديد في بعض الأحيان. خلال الـ 24 ساعة القادمة ومع استمرار اقتراب المرتفع الجوي، يتوقع أن تخف سرعة هذه الرياح بشكل تدريجي، مما يؤدي إلى تخفيف الشعور بالبرد خلال الـ 24 ساعة القادمة. بالنسبة لصورة الغيوم، نلاحظ أن منطقة شرق حوض البحر الأبيض المتوسط خالية تقريبا من أي تواجد للغيوم. هنالك حزمة من الغيوم تغطي المناطق الجنوبية من المملكة وتمتد شرقا، ويتوقع هذه الليلة أن تتحرك هذه الغيوم باتجاه الشرق لتغطي شمال الجزيرة العربية وجنوب غرب العراق. حالة الطقس المتوقعة خلال 24 ساعة القادمة، هذه الليلة يتوقع أن يكون الجو صافيا وباردا نسبيا في مختلف المناطق، أما أثناء النهار فيكون الجو صحوا وتظهر كميات قليلة من الغيوم المنخفضة، وتبدأ درجات الحرارة بالارتفاع التدريجي، لكنها تبقى أقل من معدلها لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي درجتين إلى ثلاث درجات. أما الرياح فتكون شمالية غربية نشطة السرعة هذه الليلة، وتخف سرعتها تدريجيا في ساعات النهار، بينما في خليج العقبة تكون شمالية معتدلة ويكون البحر هادئا. أما درجات الحرارة الصغرى المتوقعة الليلة والعظمى نهار الغد فتكون كما يلي: المرتفعات الشرقية 3-16، المرتفعات الغربية 5-16، السهول الشرقية والبادية 2-18، الأغوار 8-22، وفي خليج العقبة من 10 إلى 25 درجة مئوية. إلى هنا أيها السادة ينتهي الوقت المخصص لهذه النشرة.
مشاهدينا الأعزاء، تحياتنا لكم، أسعد الله صباحكم وين ما كنتوا عم تسمعونا وبتشوفونا عن جديد. أكيد يعني رجعنا لكم مستمرين معاكم ببرنامج جوك عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بموقع طقس العرب. معاكم أنا أسامة الجيتاوي عن جديد، ويعني تحياتنا لكل انضمونا على اللايف وعم بتابعونا على اللايف حاليا. بذكركم أكيد مشاهدينا الأعزاء بأنه إحنا اليوم يصادف يوم أو اليوم العالمي للأرصاد الجوية، وبهذا اليوم أكيد ما إلنا إلا نستذكر كبارنا وقاماتنا اللي تعودنا عليهم يعني وتربينا على طلتهم وعلى أصواتهم وعلى نشراتهم الجوية وعلى أيام العواصف من الزمن الجميل والشتاء اللي كان بالزمن الجميل. هذول القامات اللي يعني نكن لهم أكيد كل الاحترام، واللي عملوا علامة فارقة بالتنبؤات الجوية وصاروا جزء من أيامنا، جزء من فصل شتائنا. يعني لا يكتمل فصل الشتاء إلا بهذه الأسماء. ونستذكر أكيد يعني من هذه الأسماء الدكتور الأستاذ ومستشار الأرصاد الجوية الدكتور جمال الموسى، وأيضا الدكتور محمد البطاينة اللي حاليا جمعنا لكم إياهم وموجودين معنا على الهواء مباشرة من منازلهم. كنا نتمنى أن نلتقي فيهم يعني باستوديوهاتنا ومكاتبنا بطقس العرب، ولكن نعرف إحنا الظرف الوبائي بيحتم علينا أن نكون من المنازل. ولكن فكرة أن نجمع هذه القامات اللي بنفتخر فيها، وأنا إلي الشرف أنه عم بقابل أساتذة كبار، بدي أصبح على الدكتور جمال موسى والدكتور محمد البطاينة. الله يسعد صباحكم. يا صباح الخير، أهلا وسهلا بك أسامة، أهلا وسهلا كافة الإخوة المشاهدين. الله يسعدك دكتور جمال، صباح الخير. صباح الخير لكم جميعا، وصباح الخير لجميع مشاهدينا ومستمعينا، وكل عام وأنتم بخير والوطن بخير والجميع بخير إن شاء الله. وأنت بألف خير، وبنحكي لك صباح الورد زي الورد اللي وراك دكتور ما شاء الله. تسلم دكتور. بشكل سريع يعني بدي أبلش معك دكتور جمال، نحكي عن اليوم العالمي للأرصاد الجوية، ماذا يعني بالنسبة للعاملين بهذا المجال دكتور جمال؟ هو 23/3 عادة يصادف اليوم العالمي للأرصاد الجوية، وهو ذكرى إنشاء منظمة الأرصاد الجوية العالمية WMO التي تأسست عام 1950، والآن معظم الدول المشاركة وأعضاء في هذه المنظمة يتجاوز حوالي 190 عضو. معظم الدول، معظم مرافق الأرصاد الجوية العالمية هي ممثلة أو ممثلين في إلها في هذه المنظمة. هذه ترعى شؤون الأرصاد الجوية والأبحاث والدراسات والظواهر الجوية التي تحدث دائماً وتتابعها، وأيضاً تتابع عملية الاتصال الحديث وتبادل المعلومات الحديثة للأرصاد الجوية بين مرافق الأرصاد الجوية العالمية، وأيضاً إطلاع العالم ومراقبة كل الظواهر الجوية المتطرفة التي تؤثر على الممتلكات والأرواح. وكل جهودها هي تهدف أيضاً زي مرافق الأرصاد الجوية في العالم إلى حماية الأرواح والممتلكات. فسنة 1950 أنشئت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، وفي كل يوم تحتفل وفي كل سنة تحتفل في مثل هذا اليوم، وفي كل عام أيضاً هناك شعار، في كل سنة في هناك شعار. شعار المنظمة لهذا العام هو المحيطات وعلاقتها بالمناخ والطقس، وتأثير المحيطات على المناخ والطقس والتغيرات المناخية وتغيرات الطقس التي تحدث. فعندنا 70% الآن من الكرة الأرضية هي مياه وبحار ومحيطات، وإذا بدنا نكون أدق أكثر، و 80% بحار ومحيطات في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية، و 60% في النصف في نصف الكرة الشمالي، لكن كمعدل في الكرة الأرضية هو 70%، وهي المحرك الرئيسي لطقس العالم ومناخه، وتلعب أيضا دور أساسي في التغيرات المناخية،
وأيضا المحيطات لها أيضا دور ومحرك رئيسي للاقتصاد العالمي، حيث أنه 90% من تجارة العالم تمر عبر المحيطات من خلال الملاحة البحرية ومن خلال النقل البحري والسفن. وأنا كوني بحاضر في الأكاديمية البحرية بلاحظ من خلال الكباتن ومعاملاتي معهم أيضا إنه قديش دور الملاحة البحرية في التجارة العالمية، وأيضا خاصة أزمة الكورونا كان لهم دور كبير أيضا في نقل التجارة والبضائع بين دول العالم المختلفة، خاصة عندما توقفت المطارات وتوقفت حركة الطيران العام الماضي. فإذا 90% من التجارة العالمية. أيضا بدناش ننسى إنه كمان في عندك 40% من سكان العالم بسكنوا على الشواطئ ويعيشوا من الشواطئ، سواء من السياحة أو سواء من الثروات البحرية من الأسماك وغيره. إذن هي الثروة السمكية وأيضا الشواطئ والسياحة. أيضا المحيطات تلعب دور كبير وإلها دور كبير، والآن دراسات كبيرة على مستوى العالم والعلماء في دور المحيطات في التغيرات المناخية. إحنا كمرافق أرصاد جوية كانت لما أيام ما كنا في الأرصاد الجوية والآن في طقس العرب، كل عام في مثل هذه المناسبة نحتفل في هذه الذكرى، نجتمع كلنا مع بعض، وكانوا المتقاعدين نعزمهم وييجوا ونحضر مع بعض، يلتقوا كل العاملين بالأرصاد الجوية، نشوف شو التطورات التي حدثت في العمل، ونلتقي مع بعض ونشوف طرق التنبؤات الجوية الحديثة. فكان لقاء يوم ممتاز، وأيضا نستعرض المنجزات اللي تمت خلال السنة الماضية وشو تطلعاتنا للمستقبل أيضا. 100% دكتور، يعني كل عام وانت بخير. مرة تانية بدي أنتقل يعني أيضا قامة من قاماتنا اللي تربينا على نشراتهم الجوية وكنا نشوفها، أستاذ محمد البطاني. مرة ثانية صباح الخير وكل عام وأنت بألف خير. بدنا يعني هيك تحكي لنا عن تجربتك مع الأرصاد الجوية بالتنبؤات، كيف قررت تدخل هذا المجال؟ أول نشرة طلعتها بشكل عام فعلا كيف قررت تدخل هذا المجال أستاذ محمد؟ صباح الخير أخو سامة، بداية كافة الإخوة المشاهدين، وأتمنى لك يوم مليء بالسعادة والفرح إن شاء الله. اليوم 23 من آذار هو يوم الرصد العالمي، بتقدم بأحر التهاني لكافة الإخوة والزملاء في موقع طقس العرب والعاملين في مجال إدارة الأرصاد الجوية في الأردن. بالنسبة لي الحقيقة أنا دخلت الأرصاد الجوية بالستينات من القرن الماضي، ودرجت في هذا العمل. تعرف في البداية كنا نأخذ دورات رصد جوي لمدة 6 شهور، ثم بعدها دورة تنبؤات جوية لمدة 9 شهور، ثم دورة متقدمة بالتنبؤات الجوية. كان العمل في الحقيقة في هذه الأيام شاق، يعني كان طلع نشرة جوية يحتاج إلى عمل 4 إلى 5 ساعات وطاقم كبير من الموظفين. الآن طبعاً مع التكنولوجيا الحديثة تغير الوضع أكيد، صارت تقريباً أسرع وربما أسهل. 100% بدنا نحكي عن، تتذكر متى تتذكر كانت أول نشرة جوية طلعتها أستاذ محمد؟ حقيقة أنا أول نشرة جوية طلعت فيها بالتلفزيون الأردني كانت عام 1975. نعم 1975. كانت بالشتاء ولا بالصيف؟ كانت في الشتاء. كان في حالة جوية معينة، قرر التلفزيون من يوم أنه يعمل نشرة وقدم نشرة جوية عبر شاشة التلفزيون، وكنت أنا أول واحد بقدم هاي النشرة. نعم. طب شو كان شعورك بأنه أنت أول مرة عم بتقدم نشرة؟ كان في حس بالمسؤولية، رهبة، خوف؟ صحيح أكيد أكيد. يعني كنت يعني فعلا أنا بحس بالمسؤولية كثير، لأنه كل المواطنين بتفرجوا عليك وبتمارسوا حتى الطقس القادمة أو المتوقع، وبالتالي التنبؤات ما كانتش دقيقة أو مستوى الدقة زي ما هي من الأيام هاي، وبالتالي بدك تقدم معلومة تخلي المواطن أو المشاهد يقتنع بها.
وبنفس الوقت ما ينتقدكيش كمان طريقة الإلقاء أو بالمعلومة اللي قدمت فيها. هذا صحيح، كان الموقف في هذيك الأيام كان صعب وفعلا متعب وحاسين بالمسؤولية اللي ملقاة على، لكن الحمد لله كنا نقوم فيها يعني بطريقة يعني خلينا نقول مش مشرف، لكن كانت طريقة يعني مقنعة. لا أكيد هي مقنعة ومشرفة بنفس الوقت دكتور محمد، يعني الله يعطيكم ألف عافية. بدي أعود للدكتور جمال الموسى، وبدي أحكي برضو كمان يعني تاريخ متى ما بلشت دكتور، متى بلشت، متى دخلت علم الأرصاد الجوية؟ أنا بدأت في الأرصاد الجوية في 19-12-1978 يوم بالتاريخ. بالتاريخ بالضبط، هذا أول يوم بدأت فيه في الأرصاد الجوية بعد ما تخرجت من الجامعة مباشرة. يعطيك الصحة أبو خالد جميعا إن شاء الله يا أبو لؤي. فكان أبو لؤي سابقني في الأرصاد الجوية، فبدأنا وبعدين أخذنا الدورات الرصد الجوي زي ما حكى أبو لؤي 6 شهور، والتنبؤات الجوية 9، وبعدين دورة متقدمة كمان في بريطانيا، ودورة كمان للتنبؤات العليا، ومارسنا الأرصاد الجوية بشكل كبير. يعني بلشت كمتنبئ جوي سنة 1981 تقريبا، وبلشنا في التنبؤات، بعدين كنا تحولنا إلى مراقب تنبؤات جوية، بعدين رئيس قسم التنبؤات الجوية، بعدين مدير التدريب والبحوث في دائرة الأرصاد الجوية، واستمر عملي في الأرصاد الجوية حتى 9-2009. وأيضا بدأنا النشرات الجوية بالتلفزيون الأردني، عادة بدأت هاي كانت استثناء، أبو لؤي بلش فيها بال75، أنا ما كنتش موجود، كانت حالة جوية لسه كنت طالب في الجامعة. فبلشنا بشكل رسمي وبشكل منتظم النشرة الجوية في التلفزيون، أعتقد إذا ما خنتنيش الذاكرة، إذا خنتني ساعدني يا أبو لؤي، سنة 1983. نعم. على التلفزيون وبدون تحضير وبدون مقدمات وبدون تدريب، حطونا مباشرة أمام الكاميرا وقالوا لنا تفضلوا قدموا نشرة جوية. طبعا ما كانش في تكنولوجيا زي اليوم، ما فيش الجرافيك ديزاين ما كانش موجود، ولا الصور ولا الكمبيوترات ولا الأعمال هاي كلها جديدة الحديثة. كنا نمسك هالخارطة ونخذها وبأنتين تقريبا نصير نأشر عليها، وحطونا أول نشرة جوية مباشرة على الهواء بدون تدريب بدون مقدمات، يلا مباشرة بعد أخبار 8. والحمد لله كنت أنا وزميلي أبو لؤي وزملاء أيضا الأخ عيسى أبو طاعة والأخ نبيل كفوين، أول 4 بلشنا بالنشرة الجوية، وكانت فقط نقدمها في فترة الشتاء. ففعلا والحمد لله نجحنا، ونجحنا في التحدي، وانه كانت مباشره على الهواء بدون تدريب بدون مقدمات، وشوي شوي صرنا نتدرب وصرنا احسن واحسن، ونواكب التطور اللي يحدث سواء في عمل التنبؤات وفي عمل تقديم النشره الجويه. دكتور يعني بدي احكي شغله، احنا اليوم يعني استذكاراً للنشرات القديمة بالتلفزيون الأردني، بدنا نبعث لك النشرة الجوية اللي عملها صباحاً الزميلة محمد الشاكر، كانت عبارة عن نشرة جوية ورقية دكتور محمد، قاعد 4 ساعات هو عم برسم بالخريطة، وفعلاً أول ما شفنا هاي النشرة الجوية اللي عملها على الورق، يعني تخليداً لبدايات الأرصاد الجوية وبدايات يعني مشاهدتنا للأرصاد الجوية عبر الورق. فراح نبعث لك إياه أنت والدكتور محمد تشوفوا كيف كانت اليوم النشرة الجوية، وكان ماسك أنتين محمد وفعلاً عم بيأشر على يعني على الورق. بدي أنتقل للدكتور محمد وأسألك هذا السؤال، يعني بنعرف إنه إحنا عم نحكي عن علم احتمالات نوعا ما، وكان في نسبة خطأ أيضا، وقديما يمكن تكون نسبة الخطأ كانت شوي أعلى نظرا لأنه ما كان في تطور التكنولوجي الموجود بهاي الأيام.
أكيد. هل في يوم من الأيام يعني توقعتوا مثلا شغلة وطلعت غلط، هجمتوا من الناس مثلا، كان في أخطاء بالتوقعات تصير دكتور محمد؟ والله شوف يعني تدوز بالسبعينات والثمانينات أو حتى بداية كانت نسبة دقة النشرة الجوية تجوز بحدود 70 أو 75%. فكان في عندنا أخطاء أكيد. يعني أنا بذكر واحدة من هاي الأخطاء، إنه أنا في يوم من الأيام طلعت على التلفزيون في بداية الثمانينات وحكيت نشرة جوية من التوقيع متوقعين سقوط ثلوج بالمملكة في اليوم التالي. اللي حصل إنه نزل مطر وبعدين توقف، يعني نزل مطر لأربع ساعة مصر، بعدين توقف المطر وصارت الدنيا شمس واستمرت شمس لمدة أسبوع. فأنا يومها كان يوم جمعة وكنت بصلي بالجامع، فبيسألوني الناس يعني أصحابنا يقول شو الجو، بحكي لهم في ثلج الليل وبكرة، فأجى مطر ما جاش ثلج. وبعدين ثاني يوم شوفوني بالمسجد يقول طيب وين الثلج اللي حكيت عنه؟ أنا كنت مراجع المقدم نشر جوية طالع قطر، يعني فيها مطر بس احنا الصراحة بالأصل جوية بتعامل مع متغيرات كثيرة، يعني بين حرارة بين رطوبة بين غيوم بين رياح بين يعني في شغلات كثيرة. فلو ضبطت عدة عناصر من النشرة الجوية في بعض العناصر ما راح تزبط، وزي ما صار هذيك المرة. لكن ضل يعني تكون منخفض جوي بنفس الوقت، وبالتالي بعد أسبوع كامل نزل الثلج. فيعني حكيت بتذكر على التلفزيون على الشاشة بحكي بقول وأخيرا وصل الثلج أو نزل الثلج بعد أسبوع من التوقع. بعد أسبوع من التوقع يعني 100%. يمكن وقتها دكتور ما كان في هالتعامل المباشر مع الناس أو ردود أفعال الناس اللي بنلمسها مباشرة زي ما بنلمسها على مواقع التواصل الاجتماعي. يعني حاليا أنت بتلمس ردود أفعال الناس على طول، والناس متبعيت لك أكثر والناس مركزة عليك أكثر دكتور محمد. فيمكن قبل كانت شوي الناس تتفهم أكثر، مع أنه زمان بقول لك الله يرحم أيام نشرات زمان ما كان في خطأ، كانوا يتوقعوا تيجي بالمية 100% صح، ولكن أيضا كان في يعني برضو توقعات ما تزبط بأيام زمان. صحيح؟ أكيد أكيد ما كانش بعض التوقعات تزبط، بالإضافة لذلك ما تفضلت يعني وسائل التواصل الاجتماعي بدأت تعطيك الانتقاد مباشر، يعني بعد ما تقدم النشرة تحتيها خلال دقائق أو ساعات بتلاقي ردة الفعل عند المواطن مش مقتنع أو باللي عجبت أو اللي حصل. إحنا كنا نواجه مثل هاي الانتقادات، فزي ما تفضل يعني عن طريق الجريدة، إنه كان في كتاب من الجريدة أو في ناس تبعث الجريدة دقة النشرة الجوية في اليوم الفلاني اللي قدمها ما كانتش دقيقة بشكل مناسب أو زي ما حكى، وبالتالي يعني كانت الانتقادات موجودة لكن أقل. أحياناً على التليفون كنا نسمع الانتقادات من بعض المواطنين، بس يعني كان وضع طبيعي. وأعتقد أنه إحنا بالنسبة للمنطقة يعني كنا متقدمين بدراسة جوية، ما كنا متأخرين بالمناسبة. إذا كانت الدقة عندنا 70% أو 75% بالمنطقة المحيطة فينا ما كانت أعلى صراحة. 100% دكتور، الله يعطيكم العافية. بدي أعود لدكتور جمال وهذا السؤال اللي يعني أنا بحب أعرف أجابته. دكتور، وين بتحس متعة التنبؤات الجوية أو متعة الشغل أكثر بهذا المجال؟ أيام زمان والخرائط مرسومة رسم الإيد وكانت توصل على الفاكس من ألمانيا وتقعد أيام طويلة لتوصل وبدك تحلل وبدك ترسم، أو حاليا مع التطور التكنولوجي وين المتعة أكثر دكتور بتحسها؟ والله سنتين ممتعات. يعني هذيك إلها متعتها وانت تحلل الخرائط تحليل يدوي كان وأكثر من خارطة. بجوز كنا بالشفت الواحد نحلل حوالي 8 خرائط، لأنه إحنا بنهتم بالطبقة الأولى من الغلاف الجوي اللي هي السطحية وأيضا خرائط الجو العليا مشان تشوف، لأنه نظام متكامل اللي بده يؤثر. فأنت تستمتع الخارطة بعد خارطة، تعرف وين المنخفض الجوي، التابع وتكون راسمه بإيدك أيضا من خلال نظريات في ديناميكا الأرصاد الجوية وفيزياء الأرصاد الجوية، تعرف وين حركة المنخفض وشو سرعة المنخفض، وأيضا تحديد الجبهات مواقعها بالضبط سواء كانت جبهة دافئة أو باردة، وأيضا تحسب سرعتها يدوياً.
وبالتالي هنا بتكون حتى أنت تستمتع بالحساب، تستمتع في المتابعة، تستمتع بالهيستوري تبع المنخفض الجوي وفي حركته وفي اتجاهه، وأيضا الفاعلية اللي بتتم هذه ممتازة كانت. ولذلك لما بدأت التكنولوجيا الجديدة واللي هو اسمه التنبؤات العددية أو بسموه بالإنجليزي Numerical Weather Prediction، لما بدأت النماذج، طبعا هو المعادلات الفيزيائية تبعت المتغيرات هاي موجودة من زمان، لكن ما عملوا لها تطبيق على أرض الواقع إلا بعد ما تطورت الكمبيوترات وخاصة السوبر كمبيوتر. أول كنت إذا بدك تحل المعادلات الرياضية هاي وهي معادلات تفاضلية، يخلص الفترة الزمنية اللي بدك تتنبأ عنها وإنت لسه مش مخلص حد. فالآن مع تطور الكمبيوتر صار يحلوها بسرعة وطلعوا النواتج بسرعة وطلع لك أرقام بسرعة وطلع لك رسم الخرائط بسرعة، فبتصير تشوف الخارطة بعد يوم يومين ثلاثة أربعة خمسة. زمان كنت لما مثلا خارطة منتصف الليل لما توصلنا تقريبا ساعة خمسة ستة صباحا لما نحللها ونشوف الأنظمة الجوية فيها، نتنبأ على الخارطة القديمة اللي صلها كذا ساعة والمعلومات القديمة كيف نمرر الأنظمة الجوية عبر طبعا نظريات في علم الأرصاد الجوية وكيف بدها تتحرك وكيف بدنا نتنبأ عنها. عشان هيك كانت نسبة الخطأ أكثر زي ما تفضل عنها أبو لؤي، بس أنا بجوز أختلف معه إنه كانت النسبة فوق 85 يا أبو لؤي، وأحيانا كانت توصل 90%. في بداية التسعينات إن شاء الله بدأت النماذج العددية تظهر بعد استخدام السوبر كمبيوترز، فصارت تحل هذه المعادلات بسرعة كبيرة وصرت تحصل على خرائط. فبتذكر أنا وأبو لؤي لما كنا نعمل يسعد صباحك كنا نعطي نشرة جوية لأسبوع من يوم الجمعة ليوم الجمعة بالتلفزيون ما شاء الله. ما كانت توصلنا معلومات إلا بس يوم الخميس نضل نستنى المعلومات، كانت توصلنا بالفاكسيميلي أيامها وتيجي الورقة مبلولة نقعد ننشف فيها وبركة وجهد المملكة تيجي على طرف الخارطة يا دوب مبيني، يعني بتكون نسبة الخطأ فيها أكبر فنستنى فيها. طيب إحنا بنعطي الجمعة وسبت وأحد، طب بقية الأسبوع اثنين وثلاثة وأربعة وخميس كنا نجتهد أنا ونعطيها من عنا، وكانت أتصور إذا ما خانتنيش نسبة الدقة فوق 90-95% ونمشيها إحنا بنظريات الفيزياء القديمة والأرصاد الجوية القديمة لأنه هي تعتمد على العلم، وكانت تطلع مضبوطة 100%. تمام، هذه مثلا هون صارت أسهل العملية. هلأ لما بدأت العملية هاي ظل يقترن عملية العمل القديم الكلاسيكي ورسم الخرائط وتحليلها يدويا، بالإضافة إلى ذلك نقارنها بالخرائط الجديدة المحللة والتنبؤات العددية والنماذج الرياضية. هنا ظل المتنبئ الجوي ما بين القديم وما بين الحديث. القديم لأنه عارف النظريات، عارف كيف بتحدث، والآن لحد الآن أنا بشوف إنه المتنبئ الجوي اللي يستطيع أن يحلل بالطريقة القديمة لأنه التحليل هو الأساس ويطلع الأنظمة الجوية ويستخدم نتائج النماذج الرياضية أيضا ويطلع عليها، بيكون أفضل من المتنبئ الجوي اللي بيستخدم فقط النماذج الرياضية، لأنه الثنتين متكاملات والثنتين تعطيك نتيجة والثنتين مهمات، ففيها متعة الثنتين. وإحنا بتطل يعني الأرصاد الجوية في دمنا والتنبؤات الجوية في دمنا، نعطي النشرة الجوية بنضل نراقب كل عناصر الطقس حتى نتأكد أنه تمت الأمور بالشكل الصحيح ووصلنا إلى إن شاء الله الدقة إن شاء الله. طيب دكتور محمد، برضو أنا كمان بدي أوجه لك سؤال شبيه بهذا السؤال، بس يعني السؤال هو إيش هي قمة استمتاعك كان بعملك؟ وين المتعة بشغل الأرصاد الجوية دكتور بالضبط؟ بدنا نعرف عن المتعة، لأنه أكيد في كل شغل فيه جانب من المتعة. أنا بس أكون أشتغل وعم بعمل مقابلة أو طالع ببرنامجي الإذاعي على الراديو أو الأخري بكون بشعر بالمتعة دكتور، وين المتعة بشغلك كنت بتحسها؟
والله كان بصراحة كان المتعة في كل الشغل. يعني بداية لما ترسم الخارطة كان في متعة، لما أحلل الخارطة في متعة، لما أفصل الجبهات الهوائية أو الكتل الهوائية عن بعض برضو كان في متعة، فقط الكتل الهوائية الباردة وين موقعها والساخنة وين موقعها داخل منخفض الجو. بتظل عندك كمان اتجاه حركة هذا المنخفض الجوي، سرعته متى راح يأثر على موقع معين المملكة أو غيره، ودراسة كل عنصر من عناصر الطقس الموجودة على هاي الخارطة. فكنا في بعض الأحيان يعني نجتهد ونتشاور إحنا والزملاء الأخ جمال موسى، يعني كنا دائما كنا ويا نقاش ونتشاور في كل نشرة جوية منطلعها. وبالتالي إذا في عنصر واحد معين، إنه عنصر رطوبة مثلا، عنصر رياح، عنصر ضغط جوي، يعني أي، فكنا نتناقش عليه نقاش طويل لبين ما واحد يقنع الثاني بوجهة نظره مشان نحدد كيف حالة الطقس راح تكون بالمستقبل. فصراحة الشغل في الأصالة الجوية للي بيحبه، احنا كنا نحب شغلنا فعلا وكنا ملتزمين واجبنا على أكمل وجه، فكنا نستمتع بصراحة في كل خطوة من خطوات تنبؤ الجو. بالرغم من أنه كان في عندنا عقبات كثيرة زي ما تفضل الأستاذ جمال وزي ما شفنا احنا، أنه ما كانش التكنولوجيا داخل، يعني النيوميريكال ولا الديجيتال ما كانش موجود أو ما كانش مستعمل، فنقول ما كناش يعني كنا كل الحسابات يدوية وبتاخذ وقت طويل، ومع ذلك كنا كل هاي الخطوات اللي نعملها نفرح ونستمتع واحنا بنعملها. طب دكتور، يعني حالة جوية ما زالت عالقة بذاكرتك بأي سنة وشو كانت؟ والله أكثر شغلات علقت بذهني لليوم هي حالات الثلج اللي أثرت على الأردن في موسم 1992-1993. نعم. كان حوالي 6 أو 7 ثلجات متتالية خلال ربما 40 يوم أو 50 يوم. ويعني هذيك الأيام كان الثلج يصل ارتفاع 5 متر وأكثر في معظم مناطق عمان، كثير من مناطق الأردن، وتتسكر الطرق. فيعني هاي الحوادث والأيام وتحاليل الخرائط اللي كانت موجودة بصراحة، وكان تنبؤنا فيها بالمناسبة كان دقيق جدا، يعني أستطيع أن كان يصل ل98% التنبؤ في هذيك الأيام. وبالتالي هذه ما زالت عالقة بذهني وراح تستمر عالقة بذهني بجزء من ما كنت عايش. 100%. الله يعطيك طولة العمر. يعني دكتور محمد، دكتور جمال، أنا بدي أشكر وجودكم. أنا إلي الشرف أني تحاورت مع قامات، يعني ويطول الحوار وتطول الذكريات والأشياء هاي اللي أنا شخصياً وأكيد المتابعين عم بيشاهدون على الهواء مباشرة حالياً أكيد عندهم فضول يعرفوا أكثر، ولكن داهمنا الوقت. دكتور يعني محمد بطاني بدي أشكرك، الله يعطيك طولة العمر والصحة يا رب. دكتور جمال موسى أيضاً بدي أشكرك، الله يعطيك طولة العمر والصحة. شكراً على وجودكم معنا. شكراً، أشكرك جدا، وكل عام وانتم بخير ان شاء الله، مزيد من التقدم في الموقع. تسلم تسلم. دكتور جمال كمان بدي اشكر وجودك معنا. شكرا لكم وشكرا للمقابلة الجميلة هذه، وفعلا الحديث يطول، يعني بده ساعات يا دوب نخلص من الذكريات. وبتصور في التقدم التكنولوجي، أتصور لما بدينا بداية الثمانينات كنا نشتغل كله يدوي، حتى أماكن التصوير ما كانتش موجودة. يعني كنا لما نعمل رحلات للطيران وإحنا في المطار كنا نشتغل على الكربون، نحط 6-7 طبقات حتى نضبط الرحلات، ونتعب طول الليل وإحنا زي نسيخ هنكتب. فكانت متعبة جدا، وكل حوالي 20-30 رحلة تضبطهن هاي متعبة كانت ومرهقة، بالإضافة لعمل التنبؤات الجوية للناس وعمل التنبؤات الجوية للمطارات وللطائرات اللي طالعة واللي نازلة. كل هذه كنا نزودهم في هذه المعلومات، وكانت هذه تأخذ وقت كبير. فكيفنا لما أجت أماكن التصوير صارت تضيعنا. بعدين كانت بتذكر الاتصالات كانت بطيئة جدا،
يمكن كانت بحدود كذا مقطع في الثانية، أبو 32 مقطع بالثانية، فكيفنا لما صارت 96 بعدين 96 ألف بعدين صارت سريعة جدا، فالآن صار تبادل المعلومات بفترة زمنية قصيرة جدا لما صارت التكنولوجيا. هذه كلها بتذكرها وبتذكر التطور السريع، بتذكر الآن لقائنا كيف نتحاور ونلتقي ونحكي في الموضوع، كل هذه الحمد لله على العلم وعلى العقول الجبارة اللي فكرت في هذه المواضيع ووصلتنا للمرحلة هذه. فدائما العلماء لهم دور كبير في التطور والتطور. صحيح دكتور. نعم يعني احنا نفتخر فيكم، نفتخر بهاي القامات العلمية. بدي اشكرك مرة ثانية، اشكر دكتور محمد، الله يعطيكم العافية، ان شاء الله صباحكم يكمل على خير ويومكم يكمل على خير. شكرا لوجودكم معنا، واكيد مشاهدينا الاعزاء يعني حوار اكثر من رائع مع الدكتور محمد بطاين، الدكتور جمال الموسى، القامات العلمية الرائعة اللي تشرفنا واستعدنا ذكرياتنا السبعينات والثمانينات والتسعينات، ونتمنى لهم دوام الصحة ويعني طولة العمر ان شاء الله. شكرا لوجودكم معنا عبر برنامج جوك لليوم. تحياتي انا أسامة الجيتاوي، تحياتنا لسعاد الرطروط، أريج الدجاني من المتابعة والتنسيق والإعداد. شكرا لكل من كان معنا، نراكم ان شاء الله غدا بحلقة جديدة من برنامج جوك مع الزميل سالي فريتخ. الله معكم.